صباح الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الأحد بيستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي اللي بدأ مساء أمس السبت، وتتأثر المملكة إن شاء الله بأجواء باردة، وهناك احتمالية إن شاء الله لهطول زخات من الأمطار في عموم المناطق وهبوب لرياح غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الشرقية في المملكة. أما نهار اليوم الأحد بإذن الله كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة نهارا في العاصمة عمان؟ 12 درجة مئوية مع رياح نشطة وزخات من الأمطار، والملموسة أيضا 12، ونسبة الرطوبة عالية 96% وسرعة الرياح 47 كيلومتر في الساعة لتكون غربية نشطة بإذن الله. أما كيف رح تكون درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد؟ بتسجل نهارا 15 ليلا 6، المفرق 14 نهارا 4 ليلا، وجرش 14 نهارا 5 ليلا، وعجلون 11 نهارا و5 درجات مئوية بإذن الله. نستعرض الآن درجات الحرارة في مناطق الوسط ابتداء مع العاصمة عمان 12 نهارا 5 ليلا، وكل ما البلقاء الزرقاء ومأدبة درجات حرارة متقاربة بين 15 و14 نهارا، وبتنزل بالليل لأربع درجات مئوية. البحر الميت 22 نهارا 11 ليلا، وأيضا إن شاء الله رح تكون هناك في احتمالية تساقط زخات من الأمطار. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية ابتداء مع الكرك 10 نهارا درجة واحدة ليلا، الطفيل 11 نهارا 4 ليلا، وجبال الشراح 9 نهارا 3 درجات ليلا، ومعان 13 نهارا ودرجة واحدة ليلا. أما العقبة أجواء غائمة جزئية بإذن الله 19 نهارا و10 درجات مئوية بتنزل ليلا. أخيرا ننتقل إلى المناطق الشرقية، وكل من رويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة بين 17 نهارا و16، أما ليلا تنزل لأربع درجات مئوية والله تعالى أعلى وأعلم. بدي أذكركم متابعينا تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولاقونا بإذن الله في باقي تفاصيل نشراتنا. بدي أتمنى لكم بداية أسبوع جميلة، إلى اللقاء.